قناة المسلم أخو المسلم الدعوية، بوابتك للعلم النافع. زكاة الفطر واجبة قبل صلاة العيد، ومن نسيها فإنه يتدارك، متى ذكر يتدارك سواء يوم العيد أو بعد يوم العيد، لأن هذا فرض، وقد نسيه فيؤدي فيأتي به قضاء لا أداء، لأن الأداء ذهب وقته قبل الصلاة، ولكنه يأتي به قضاء، وليس لأحد أن يتعمد إخراجها عن وقت صلاة العيد، وإن تعمد ذلك فإنه يأثم ويخرج الزكاة قضاء لا أداء. أسأل عن هذا السؤال فضيلة الشيخ، فقد كنت صائم في شهر رمضان الماضي، وكنت أعمل في منطقة بعيدة ولم أخرج زكاة الفطر، أفيدوني عن ماذا أفعل جزاكم الله خيرا وقد مضى سنة كاملة. أولا نقول لهذا السائل إنه لم يمضي سنة كاملة، مضى 10 أشهر. تاريخ كتابه كم؟ لم يذكر التاريخ. وثانيا كان عليه أن يسأل مبكرا، لكن نسأل الله لنا وله عفو، اللهم آمين. فالواجب عليه الآن أن يخرج زكاة الفطر حالا من حين أن يسمع كلامنا هذا، فيخرجها للفقراء، ونسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنه. شكر الله لكم فضيلة الشيخ. جزى الله معالي الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.